إنك كنت بنا بصيرا. ذكر الله. ولذلك بعض الناس يعرف بالذكر. يذكر يروى أن أبو هريرة كان يسبح رب العالمين ويستغفر 12,000 مرة. قالوا وش دليلك يعني على كيف جلست تسبح؟ قال عتق الرقبة في ذلك الوقت تشترى عتق الرقبة 12,000 درهم. وفي بعض الأحاديث كعتق رقبة. وأنا أجتهد أذكر الله جل وعلا وأسبحه وأستغفره 12,000 مرة. ولذلك أنا أقول كم نجلس في الزحمة الآن، زحمة الرياض في السيارات، أحيانا نطلع مشوار ساعة ونص. اسأل نفسك سؤال الحين وانت جاي للجامع في السيارة، جلست تسبح تذكر الله، تقرأ الفاتحة، تردد قل والله واحد، أي ذكر تحفظ لو لم تقل لا استغفر الله. الاستغفار، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. كم من المشاكل عندنا وكم من الهموم والديون، بعضنا يشتكي لبعض، ويمكن بعضنا أحيانا من التوكل أو التواكل يمكن يشتكي حتى الله على البشر. يا أخي كثرة الاستغفار في مشكلة وفي مصيبة وفي هم وفي حزن وفي فقد حبيب، لكن يزول ذلك بكثرة الاستغفار وذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أكثروا منها، هي رحمة وهدى وكذلك تفريج هم وقرب من الله سبحانه وتعالى. والذاكرون محبوبون عند الله. إذا ارتفعت الأصوات وجت المصيبة، يعني أنت تذكر الله في السراء والضراء، لما جاءت الضراء الكرب عليك وجلست يا رب، الصوت هذا معروف. ولذلك يونس عليه السلام في بطن الحوت في ظلمات ثلاث، في ظلمة الليل، في ظلمة بحر، في ظلمة حوت، يعني هموم اجتمعت، ومع ذلك كان يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. في بعض الروايات أن الملائكة قالت يا ربي صوت معروف من عبد معروف، أين هو حتى ننقذه؟ قال ذاك عبدي وأنا سأنقذه، هذا عبدي وأنا سأنقذه. قال الله فلولا، اللي عنده هم ومصيبة فوق مصيبة وألم فوق ألم، اسمع، قال الله جل وعلا فلولا أنه كان من المسبحين. التسبيح الذكر جعل له فرج. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إيش؟ إلى يوم يبعثون. لولا هذا التسبيح والارتباط بالله والذكر له سبحانه وتعالى أنقذه الله به. الذي يصيبك من هم وغم وحزن وبلاء وغير ذلك